رئيس معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال المؤتمر العام 30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة 40 دولة و300 عالم وبرعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي حمل عنوان فقه بناء الدول دراسة فقهية عصرية، أكد معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد أن أمتنا ما زالت تعيش تحديات كبيرة وكثيرة أدت إلى استنزاف طاقاتها وإضعاف مواردها وزعزعة أمنها واستقرارها بسبب جماعات وأطراف غلبت المصالح الشخصية على المصلحة العامة، لافتا معاليه لأن موضوع فقه بناء الدول من أهم التأصيلات التي ينبغي الاهتمام بها في مجالات الدعوة والإعلام والتربية والتعليم. كما شدد معاليه على ضرورة أن تفهم الشعوب طبيعة الدولة الحديثة وأهمية الحفاظ عليها وعلى وحدتها وأمنها واستقرارها وضرورة تغليب المصلحة العامة وحفظ السلم الأهلي. يبحث المؤتمر الذي يختتم أعماله يوم غد الاثنين عددا من الموضوعات، من أهمها الأحكام الفقهية المتعلقة ببناء الدول من حيث مفهوم الدولة والمواطنة بجانب عوامل بنائها، إضافة إلى التشوهات الفكرية في بناء مفهوم الدولة لدى الجماعات المتطرفة.